يحتفل اليمنيون هنا في مدينة مأرب بذكرى ثورة 11 من فبراير بعد مضي عقد من قيامها في العام 2011. تتراوح معها حياة اليمنيين بين مشرد ومعتقل ومرابط في جبهات القتال المختلفة لمواجهة الانقلاب على الثورة والجمهورية. اليوم يؤكد الشباب اليمني الحالم بأن ثورته مستمرة في بعد أن تحولت من سلمية إلى كفاح مسلح. اليوم شباب اليمن في جبهات القتال يخوضون حرب ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة وعلى أحلام اليمنيين وتطلعاتهم، والثورة مستمرة. يؤكد كل شباب اليمن بأن ثورتهم مستمرة وباقية حتى الانتصار لكل الأهداف التي خرج من أجلها اليمنيين في 11 من فبراير. صنع ثوار 11 من فبراير لحظات فارقة في تاريخ السياسة اليمنية، حيث شهدت اليمن عقب الثورة أكبر حوار وطني شاركت فيه الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي وغيره من المنجزات الأخرى التي ناضل من أجلها الشباب. من الأهداف العظيمة هو مؤتمر الحوار الوطني، ولقد نظر الشعب اليمني إلى الثلاث سنوات الذي مضت في من 2012 إلى 2015، عاش استقرار في العملة واستقرار في الاقتصاد، ولكن عملاء الخارج والذي لا يريدون مصلحة الوطن لا يريدون أن نستمر في تحقيق أهداف هذه الثورة المباركة. لم تكن المنعطفات والمؤامرات التي تعرضت لها الثورة ورموزها عائقا أمام تحقيق حلم اليمنيين في الحصول على دولة مدنية حديثة، بل فتحت آفاقا جديدة للنضال. فالشباب الذين وقفوا في وجه سياسات التوريث يقفون اليوم مجددا في وجه الميليشيات السلالية الطامعة بعودة الإمامة. نقول لمقاومتنا الشعبية وللجيش الوطني، نحن ماضون معكم، فنرجو منكم أن تستمروا وأن تكافحوا الذين جاءوا دخلاء على ثورتنا وانقلبوا عليها، ونحن معكم بدمائنا بأموالنا. 10 أعوام على قيام الثورة الشبابية السلمية تشكل خلالها وعي المجتمعي بأحقية العيش تحت ظل دولة تكفل الحرية والمساواة والعيش الكريم لكافة شرائح المجتمع، حتى أصبحت فبراير مصدر إلهام لتلك الغايات والأهداف النبيلة. تحتفي مأرب بالذكرى 10 لثورة فبراير وسط تحديات كبيرة يخوض فيها شباب الثورة مواجهة مباشرة مع أدوات الثورة المضادة بنسختها المشوهة ميليشيا الحوثي الانقلابية. صالح مبخوت لقناة سهيل، مأرب.